نقط شايف نقط دول خلاص مالين البيت مهما رحت ولا جيت. ياهو دول عالسرير في الدولاب في الطاسات ورا الباب حتى البانيو في الحمام. مالو راجل انت بتلم الحاجة ولا بتعزف؟ انا بعزف وانا بلم. طب بلاش تضيع وقت، احنا هنمشي الصبح بدري. هيبقى عندنا مزرعة لا 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 لا. في نقط على الحيط جنبي اهم لو مشيت فوق وتحت جوه البيت. ياهو وكل يوم لما اقوم بصحى فتح العيون وبندهش عشان بكون شاير زي 100 مليون. عارفين ايه؟ نقط ياهو. هيبقى عندنا مزرعة نقط 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 ونعيش يا سلام على السرير والدولاب. هيا عدينا الحيط ولا ورا البيبان في كلابنا المنقطة. كلابنا المنقطة. ويا راجل